انت عايزه ايه من جميله استرحاب؟ عايزاك تخلصني منها. انا قلت لك استرحاب؟ لا، انا بعمل كل ده عشان خاطرها. انت فهمت ايه يا بني ادم انت؟ انا مش قصدي كده. انت مش بتقول انك بتحبها وعايز تتجوزها؟ الفلوس دي عشان تتجوزها. طب وانت هتستفادي ايه؟ الخير والثواب، ووفق راسين في الحلال. الحقها قبل ما صابر ياخدها منك، اصل صابر ده مش سهل خالص. طب ما صابر وخلصنا منه. لا ما خلصناش. ازاي؟ القضيه لابساه، الدفع موجود والجثه موجوده، بعدين انا دارس 3 سنين حقوق. انت شكلك ما كنتش بتروح الكليه اصلا ولا بتقعد في الكافيتيريا حتى. انت يا ابني نسيت سلاح الجريمه؟ الكرافطة اللي خنقته بيها يا هبل، انت نسيت ان انت تلبس جوانتي اصلا. وبعدين انا عايزه اقولك على حاجه، صابر طلع براء. طلع براء ازاي؟ مش وقته الكلام بقى دلوقتي، يلا امشي امشي قبل ما حد يشوفني.